السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا بلور محروق. هنتعلم مع بعض إزاي لف المخدات بتاعته. طبعا معانا زي ما احنا شايفين الملفات ألمونيا، هنجلبها نحاس، هنلفه باتنين سلك، اتنين أوزيم. طبعا هنعمل نظام ربط 10 10 10 10، بنيجي نعد في الاخر فبيطلع معانا العدد 250، واحنا معانا العدد 250 لفة. المخدة الواحدة 250 لفة. طبعا هنتعلم مع بعض ازاي نقطع السلك. طبعا في نظام حديدة ماسكة السلك، هنقطع السلك بالمقص. هنتعلم مع بعض خطوة خطوة، نركز مع بعض. طبعا تسري اللف على خلاط، شغل الخلاطات الكامل، مواتير الخلاط نفس الفكرة بنفس الأداء بنفس الشغل بالظبط، موتور خلاط، موتور كبة، أي بلور. الفرق هيبقى في شغل البيانات. طبعا زي ما احنا قلنا معانا 250 لفة. اول حاجة طريقة اللف، هنفرش الحديدة اللي احنا شايفينها مع بعض. طبعا هنتعرف مع بعض دلوقتي ازاي نعد، نعمل حزم 10 10 10 او 20 على حسب اللي يريحك. نيجي نقيس الفورمة، اللي هنلفها طبعا احنا بنتعلم مع بعض دلوقتي ازاي اللف، طريقة اللف. طبعا الحديدة اللي احنا كنا ماسكينها نبقى مثبتينها، تطلع معانا في النهاية الفرم زي ما احنا شايفين. هنجيب ورق بريسبيران هنفرش. اول طريقة هنفرش معانا قبل ما نحط السلك، وهنسقط الملفات. طبعا احنا اختصرنا في الفيديو، هنسقط الملفات. تسقيط الملفات طبعا سهل، هيطلع معانا بداية ونهاية، بدايات كهرباء والنهايات هتطلع على الشربون. هنيجي الاول نقيس الاطراف، نشوف الاطراف معانا في سلك اتقطع مننا ولا ايه. هنقيس الاطراف، الاطراف شغالة معانا كويس، ونلمس بجسم الموتور ممكن يكون مدي معانا ارضي. هننزل المخدات زي ما احنا شايفين، الدايرة هتبقى على مخرج الشربون.
اللي احنا بندخل فيها بصابعنا زي ما احنا شايفين مع بعض، والطرفين التانيين طالع واحد من الفورمة اليمين واحد من الشمال، هيطلعوا على الكهرباء مباشرة. سلك هيطلع على الكهرباء وسلك هيطلع على المفتاح. زي ما احنا قلنا طرف هيطلع على المفتاح وواحد هيطلع على الكهرباء مباشرة، وهي سلك من الكهرباء على المفتاح، يبقى المفتاح معانا في النص قاطع. طبعا ده حاجات بدايات شغل. هننزل المبينة، طبعا نتأكد من البلي بتاعنا، البلي كويس. هنخبط بالراحة على اساس ان السن مش يبوظ مننا. هنربط الغطاء الخارجي بتاعنا بتاع البلاور، هنربط مسامرنا نجرط عليها كويس. هنركب طبعا الشربون، هنيجي بسم الله نجرب. بسم الله ما شاء الله شغال معانا كويس، والهواء شديد معانا جدا. لا تنسوا الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.